السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. النهاردة عندنا لقاء هام، لقاء من العيار التقيل، لقاء أكون أو لا أكون، مباراة صعبة جدا، مباراة مصر كلها مستنيينها. دخلنا في المعمعة، دخلنا في دور الثمانية بين المنتخب الأولمبي المصري و الصامبا البرازيلية وهو المنتخب البرازيلي. كابتن شوقي غريب، يا ترى النهارده محضر لنا ايه وداخل بطريقة ايه، او هيلعب تكتيك ازاي؟ يا ترى هيبقى عايز يدافع بالخمسة اللي بيلعب بيهم دايما، متعود بنلعب بيهم، ولا ربنا هينفخ في شورته ويلعب بأربعة تلاتة تلاتة علشان هيبقى عايز يهاجم؟ وما ننساش النهارده احنا بنلعب البرازيل، يعني انت عايز تكسب، عايز توصل دور الاربعه، عايز تفرح جمهور مصر كله بفوزك على البرازيل النهارده، ودي مش بعيد عن ربنا ان شاء الله. كل الامنيات لمنتخبنا الاولمبي، وكل دعوات المصريين لمنتخبنا الاولمبي في لقائه اليوم، لقائه المرتقب بين المنتخب المصري والمنتخب البرازيلي. وإن شاء الله نتمنى نشوف كابتن شوقي غريب يدينا رؤية جميلة في التشكيل، يدينا رؤية جميلة في الأداء، وإن شاء الله ربنا هيكرمنا علشان دعوات المصريين. والمباراة هتكون إن شاء الله الساعة 12 الظهر، وهي لينا ملخص بعد المباراة، بس مش هنطلع بالملخص غير بإذن الله يكون كل المصريين وشهم حلو على منتخبنا الأولمبي، ويكون ملخص جميل عشان نطلع نتكلم وإحنا نفسنا مفتوحة وفرحانين ومبسوطين ومتمتعين باللقاء. بس يا ريت يلعب بطريقة 4-3-3، علشان لو لعب بحتة دفاعية هتبقى المسألة صعبة جدا بالنسبة للمنتخب الأولمبي. احنا عندنا لو لعبنا بخمسة هتبقى المسألة صعبة شوية، لكن لو لعبنا بأربعة هيبقى عندنا اتنين سرد باكات زي ما حضراتكم عارفين، الونش وحجازي وكريم العراقي وأحمد فتوح، وهنلعب تلاتة في نص الملعب تقال، إذا كان أكرم أو إذا كان إمام عاشور أو إذا كان عمار او اذا كان طاهر او اذا كان او حسب رؤية كابتن شوقي وحسب رؤية اداء المباراة. لسه مش عارفين، لسه هيقول ايه في اوضة اللبس، لسه هيفاجئنا بمين، يا ترى هيحضر لنا ايه في دماغه ايه. كل التوفيق وكل الامنيات لمنتخبنا الأولمبي في مباراة اليوم، وإن شاء الله مستني توقعاتكم على المباراة، علشان الفيديو زي ما حضراتكم عارفين بينزل قبل المباراة علشان الناس أو كل الجمهور المتابع بملعب سبورتنج بالمعادي هو بيحط تعليقاتهم وتوقعاتكم، وإن شاء الله يكونوا وشهم حلو على المنتخب الأولمبي. وأنا من وجهة نظري الشخصية، المنتخب هرشح له بفوز ان شاء الله لينا، هيكون 2-0 او 2-1، يعني حسب تسهيل ربنا سبحانه وتعالى، ينفخ في صورة اللعيبة ويفاجئنا ويفرحنا، يعني نفوز 2-0 يا 2-1، ده توقعاتي. لسه هنشوف توقعات جمهور ملعب سبورتنج بالمعادي واللي متابعنا دايما. وان شاء الله قبل ما نقفل معاكم عايزين نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ان شاء الله، ونبعتها لكل المصريين للعالم كله يكون متابعنا لحظة بلحظة. بنشكركم على تعاونكم من ملعب سبورتنج بالمعادي، على حسن تعاونكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.